انت رايك ايوه هذا انتي فايروس هذا you want the good okay you yeah, put it there. Thank you. The fight? Okay, Sharaf. Farhan, you talk to me. Sharaf, aqui, do you want me? Okay. Thanks. Yes. No problem. It's in Arabic though. The PowerPoint is in English. Sorry. I will speak in Arabic. Yeah. The energy. Okay.
اوكي مساء الخير واهلا وسهلا فيكم على هذه المحاضره. اسمي جاد شعبان واليوم حاحكيكم عن خريطه سيطره الطبقه الحاكمه على المصارف في لبنان. This talk will be in Arabic. The PowerPoint is in English. If any one of you doesn't understand Arabic, please sit next to someone who understands and they will translate to you. Sorry for this inconvenience. المحاضرة عم بيتم بس لايف على الانترنت بقى. إذا حدا منه هون عبيكم خبرون إنه عم بي في بس لايف على الانترنت يفوت على صفحتي على فيسبوك جاد شعبان على فيسبوك فيهم لقوا اللينك للبس على الانترنت. بتشكر بهالمناسبة كل اللي ساعدوا تنظيم هذا السيمينار وأكتر شيء فراس وزين الدين اللي ساعدنا كتير بالبس المباشر. المحاضرة اليوم أول شيء بدها تتطرق لليش نحن عم نهتم بهذا القطاع، القطاع المصرفي، ليش بهمنا نحكي عن هالقطاع اليوم. بعدين حاشرح لكم شوي كيف طريقة البحث اللي تم التعاطي معها لنلاقي مين بيملك القطاع المصرفي بلبنان ومصادر طبعاً data sources، مصادر المعلومات، وبالآخر اللي هو الشقف اللي بعتقد كلكم ناطرينه هو الفايندينجز، يعني نحن شو لقينا على القطاع المصرفي ومين بيملك القطاع المصرفي من سياسيين بلبنان. أول شيء مثل ما بتعرفوا القطاع المصرفي كتير كبير بلبنان. آخر تقديرات بتحط أنه عنا تقريباً 200 مليار دولار موجودات بالقطاع المصرفي. 200 مليار دولار يعني 440% من الناتج المحلي اللبناني. هو من أحد أكبر القطاعات بالشرق الأوسط وحتى بيحتل مراتب كتير عالية حتى قدام دول نفطية تانية. وما بيخفي على حدا منا أنه القطاع المصرفي يلي بيندرج تحت الهيئات الاقتصادية، ما يسمى بالهيئات الاقتصادية اللبنانية، عنده تأثير كتير كبير على سياسات العامة بلبنان، إن كان سياسات النقدية، إن كان سياسات المالية، وحتى السياسات العمالية. هلأ طبعاً الموضوع البحث اليوم مش جديد، في كتير باحثين منهم الموجودين هون مثل صديق فواز ترابلسي وغيرهم تطرقوا لموضوع تأثير أو العلاقة بين الطبقة الحاكمة والقطاع المصرفي أو القطاعات الاقتصادية بالمطلق. بنذكر منها مثلا كليمنت مور اللي كان بالأيوبي بالثمانينات، صديقه لروبرت فيسك، كتب كتير عن الموضوع بالثمانينات، وطبعا عندنا ناس أكثر كتبت حديثة عن الموضوع. بس بضل عندنا مشكلة إنه كل اللي كتبوا عن هالمواضيع ما كان عندهم أرقام واضحة عن قد إيه بيسيطروا السياسيين على القطاع المصرفي، كان دائما في تقديرات. نحن الهدف بهذا البحث هو أول شيء نقدر نعرف مين بيملك القطاع المصرفي، يعني نعمل خريطة واضحة للملكية، وهذه الملكية بتفرجينا ساعتها إذا في سياسيين بيملكوا أو لا. وثانياً متى ما عرفنا خريطة الملكية قديش هذا الشيء بيأثر على مخرجات القطاع المصرفي، يعني شو بيأثر على البنوك، على معدلات الفوائد وغيرها. طبعاً بحب هون أكد وذكر أنه نحن بهيدا التمرين بس عم نقيس العلاقة بين الملكية والمصارف. ما قدرنا أكيد وما عندنا معلومات لنقول مثلاً إذا في مصرف كبير عم بيعطي دين لشي سياسي بصفر بالمية، هل عم بيصير في توظيفات بالمصارف عن مصلحة من أبناء المنطقة، كل هيدا ما بنعرفه. فبنتذكر انه الارقام الموجوده هون هي بس الملكيه، وطبعا تاثيرات ممكن تتعدى هذا الشيء. طب نرجع بس سؤال، يعني ليش نحن مركزين على هالموضوع؟ انا بصراحه بحب ركز على الموضوع لانه في خطاب عم بيتعمم بلبنان من فتره منا قصيره. هذا الخطاب عم بتسوق له ما يسمى بالهيئات الاقتصاديه وخصوصا جمعيه المصارف والمصارف اللبنانيه. اول شيء عم بيقولوا مثل ما بتشوفوا بالشكل هون إنه خدمات العامة بلبنان تعيسة، يعني زبالة بالطرقات، مثل ما اليوم رجعنا صبحنا بالزبالة، ما في كهرباء، ما في طرقات منيحة، ما في حضانات، ما في شيء، كل الخدمات ما منيحة. وقتها بتسألوا المصرفيين ليش الخدمات ما منيحة، بقولوا لكم لأنه الدولة مثل ما بتشوفوا هون عم بيروح ثلاث أرباع المصروف تبعها على معاشات الموظفين، بقولوا دائما المصارف إنه في كتير موظفين بالدولة، وعلى الكهرباء 19% على للكهرباء و34% على المعاشات. ليش عم نصرف هالقد مصاري على الكهرباء والمعاشات؟ لانه السياسيين هون برجع، هذا مش انا عم بقوله، هول المصارف بيقولوا، سياسيين بلبنان هن
فاسدين وهن ما بيعرفوا يشتغلوا. الطبقة السياسية بنسمع دائما طبقة سياسية طبقة سياسية كأنه هول بالغيوم يعني. مشان هيك نحن كقطاع مصرفي قلنا فضل عليكم يا اقتصاد لبناني انه عم نمولكم هيدا القطاع ليضل ماشي. بحب هون بالمناسبة اقرا لكم شو قال رئيس جمعية المصارف وقتها طلع من عند رئيس وزراء سابق سنة 2014 وزاروا وفد جمعية المصارف وسمعوا شو قال رئيس جمعية المصارف وقتها طلع من هذا الاجتماع. كوت: زرنا دولة رئيس مجلس الوزراء كمجلس إدارة جمعية مصارف لبنان وبحثنا معه في موضوع الساعة الذي هو موضوع الموازنة وشؤون الدين العام والعجز المقدر لعام 2013. كان حديثنا متشعبا وكانت رسالتنا للرئيس وللحكومة بأنه لا تمويل إضافيا على العجوزات السابقة للموازنة. لا تمويل إضافيا، هذا رئيس جمعية المصارف عم بيقول له هيك لرئيس حكومة لبنان. إنما المطلوب إصلاحات، أي أن كل تمويل مرتبط بإصلاحات. نحن متعهدون بالدين بسقفه الحالي ولا نريد إطلاقا أن نحرج الدولة في موضوع التمويل، فالتمويل متوافر ضمن إطار السقوف الحالية. إنما أي زيادة اضطرارية على موضوع العجز يجب أن ترافقها إصلاحات، لأننا لا نستطيع أن نستمر بمسار سلبي سندفع ثمنه جميعا. وبعدين بيقول: كان هناك تجاوب من قبل دولة الرئيس وعرض أمامنا مجموعة من التدابير التي ستتخذ ضمن إطار الموازنة، وهذا بالخلاصة ما توصلنا إليه اليوم. هيدا مثل ما هي نازلة بالجرائد وقتها طلعوا من عند رئيس حكومة سابق. بعد فترة بيقرروا المصرفيين يضربوا إذا بتتذكروا لنهار واحد، لأنه الحكومة استرجت تدرج بند أنه في ضريبة زيادة على الإيداعات على المصارف وعلى كل شيء له علاقة بخدمة الدين العام. طبعا المصرفيين وقتها أضربوا كلهم والحكومة طبعا تراجعت عن هذا الطرح. لكن في عنا تأثير كتير مهم بهالموضوع. طبعا إذا متطلع كمان على كيف البنوك مقسمة بلبنان، عنا حاليا 54 بنك تجاري. طبعا أنا بالبحث هون عم بركز على البنوك التجارية commercial banks، ما فتنا بالinvestment bank أو البنوك الباقية. commercial banks هي أكبر مؤسسات مالية بلبنان. 54 بنك تجاري حاليا بلبنان، 20 منهم بيتحكموا ب 99% من الموجودات المصرفية. ما يسمى بالألفا جروب يعني ال 15 بنك الأساسي بيسيطروا على 96%. يعني عندنا تقريبا سيطرة كتير كبيرة للقطاع المصرفي عندنا. وهون بتشوفوا طبعا ليستة البنوك الموجودة. في هيدا البحث حنركز على 20 بنك اللي هن الأساسيين الكبار، 20 بنك لبنان. اوكي، كيف بدنا نستكشف مين بيملك البنوك؟ اول شيء بدنا نطلع بالبنوك كالتقارير تبعولها، وبتعرفوا طبعا انه بكل بنك في عندنا نسب ملكيه. قررنا نطلع على 5%، يعني اي حدا تحت 5% ما بيعتبر مهم بالنسبه لنا. هلا القانون اللبناني بيقول كمان انه اي حدا بيملك حصه اكثر من 5% قادرين نحن نلحق الملكية الأخرى، يعني بيسموها controlling shareholder، يعني المساهم المسيطر. أي حدا تحت 5% لا يعتبر مسيطر، فنحن ركزنا على 5% وطلوع. أول ما بنعرف مين هن الشركات أو الأفراد المسيطرين قررنا نرجع للمصدر الأساسي. يعني إذا لقينا شركة holding مثلا ببنك معين، هلأ حفرجيكم كيف انعملت شركة بholding، هيدي الشركة بتملك 30% من بنك، رحنا شفنا هاي الشركة مين بيملكها كمان، وقدرنا نعرف العيال والأفراد المالكين أو الحكومات. يعني هدفنا نوصل لأفراد أو حكومات مش لشركات. بالتوازي حطيت سكيل سلم من 1 لـ 5، تشوفوه هون. هذا السلم بسميته التأثير السياسي أو القرب من الرجال السياسي. 1 ما عنده أي صلة، يعني الشخص اللي ما عنده أي صلة. 2 شخص عنده علاقات، يعني صديق لسياسي أو لحدا بالحكومة، صديق مقرب جدا. كيف بنعرف إذا صديق؟ شفنا بالجرائد وبالإعلام وهذا، عندنا ليستة كاملة على الاجتماعات اللي عملوها، إذا حضروا عشاء سوا، إذا تغدوا سوا، وفي كتير مجلات بتحب تغطي هالقصص، بقى بدنا نعرف. رقم 3 هو إذا الشخص هو جزء من عائلة حدا كان سياسي حالي أو سابق. يعني مثلا زوجة رئيس سابق أو ابن وزير سابق
بيكون هون. رقم أربعة اللي هو عم نعلى هلأ بالتأثير، الشخص كان نائب أو وزير أو موظف أساسي بالدولة. يعني مثلاً عندنا بنك، هلأ ما حنسمي بعد شوي حنسمي، في بنك على مجلس إدارة تبعه في شخص كان بلجنة الرقابة على المصارف تبع مصرف البنك. هذا الشخص من عائلة سياسية معروفة. طب هذا الشخص وين بنحطه؟ هذا بنحطه برقم أربعة، يعني شخص كان حدا مهم بالدولة. رقم خمسة اللي هي أسوأ شيء، هو الشخص الموجود هلأ اللي هو عنده أسهم بالبنك أو على مجلس إدارة البنك، هو كمان هلأ بالحكومة أو نايب حالي أو سابق. بتطلع على نسبة المساهمين ونسبة كمان مجلس إدارة، قد ايه مجلس إدارة في ناس قريبة من السياسيين أو لا. بعد ما نعمل هذا التمرين بنطلع على المخرجات، يعني الافيشنسي تبع القطاع المصرفي، لانه في كتير ناس بتقول طب واذا يعني واذا ملكوا سياسيين بالقطاع المصرفي بركي شي منيح هيدا للثبات العملي او شي منيح للوطن وهيك. خلينا نطلع على بعض المعيارات، مثلا قد ايه في نسبه بنسميهم نون بيرفورمينج لونز، يعني قد ايه في ديون عملها البنك وما قدر يستردها. هذا مقياس كتير مهم، لانه اذا بنك كتير مسيس بنلاحظ انه اصحاب البنك بيصير دينوا اصحابهم، واذا هن تعثروا اصحابهم بيقولوا معلش، يعني هيدي بيصير كانه ميل سياسي. فهذا مؤشر مهم. طبعا عندنا مؤشرات هون كلها هلا ما حفوت فيها بالتفصيل، بس لها علاقه بالربحيه، لها علاقه بالانتشار وهيك، طلعنا عليهم كلهم. اوكي، هلا طبعا بتسالوا منين جبنا المعلومات، انه هي شغله مهمه بهالموضوع، منين الواحد بيحصل على المعلومات. كل معلومات موجودة، يعني ما في شيء سري، كله موجود، بس هذا الشيء موجود مش وين ما كان، يعني الواحد بيفتش عليهم. أول شيء في نشرة بتصدرها جمعية المصارف، وخصوصا في شيء اسمه بانك سكوب، معلومات عن البنوك، فيها معلومات عن الهيكلية كل شيء ownership. بس رحنا كمان على السجل التجاري، ورحنا على السجلات التجارية بلبنان وبرات لبنان، لأنه في شركات هولدينج مسجلة بجزر بريطانيا بالأتلانتيك أو مسجلة بهندوراس أو ببنما أو بشي محل تاني. قدرنا نجيب سجلات تجارية للهولدينج اللي مسجلين برا كمان. طبعا بالنسبة للقرب من السياسي هذا كتير هين، لأن نعرف تماما العيال السياسية منيه بلبنان وكل شيء. أعطيكم مثلا بس كيف بيتم البحث. هذا بنك عودي، بنك عودة إذا بطلعوا على تقريره السنوي، دويتش بنك عنده 29% بنك عودة، FRH Investment Holding SAL عنده 10%، وعندنا عودة فاميلي وغير ناس بيملكوا فوق 5%، هو اللي تحت 5% ما مطلع فيه. مين هي FRH Investment Holding SAL؟ رحنا على سجل التجاري طلع سيد فهد الحريري 100%. مثال تاني، بنك ميد بيملكوا بتقارير بنك ميد الموجودة جروب ميد هولدنج 100%. مين بيملك جروب ميد هولدنج؟ كمان من سجل التجاري، سعد الدين الحريري، أيمن الحريري، ونازك الحريري. هذا التمرين عملناه لك 20 بنك، والكل شركة من اللي هي نطلع للأعلى منها لقدرنا نطلع بكل النتائج. أوكي، هلأ نبلش النتائج الأساسية. أولاً 43% من القطاع المصرفي يسيطر عليه أشخاص قريبين من السياسيين بلبنان. 18 من 20 بنك عندهم مساهمين كبار مربوطين بسياسيين political elite. من أصل 10 بنوك الأساسية بلبنان، 4 عندهم أكثر من 70% من الحصص تبعهم، من الشير تبعهم مسيطرين عليها السياسيين. إذا نطلع على مجلس الإدارة، 15 من 20 بنك عندهم رئيس مجلس إدارة مربوط بسياسيين، كانت بطريقة مباشرة أو غير مباشرة، وطبعا كلهم عندهم سيطرة على مجلس إدارة كلها. نطلع أكثر على العائلات السياسية. عيال العائلات السياسية تسيطر على 32% من القطاع، من موجودات القطاع، يعني تلت القطاع المصرفي بيد سياسيين مباشرة. من عيال فقط عنده 29% من الاكويتي، يعني من الحصص اللي هي نحن وقت نقيسها بيطلع عنا نسبة الثروة، هذه ثروة الأشخاص بالبنك،
ما توازي 7 مليار دولار وهن بالتتالي عائلة الحريري. ليش هيدا عائلة سياسية؟ لأنه عنده في نائب رئيس حكومي سابق وهو رئيس كتلة نيابية كبيرة حاليا، هو نائب حالي. 2.5 مليار دولار عائلة القصار وزير سابق، 2.4 مليار دولار عائلة صحناوي وزراء سابقين وزيرين سابقين من آل صحناوي، 1.4 مليار دولار عائلة روفايل وزير سابق 724 مليون دولار، عائلة عساف وزير سابق كمان 211 مليون دولار، عائلة حبيب خير الدين وهراوي رئيس ابن رئيس سابق 17 مليون دولار. هؤلاء العائلات الأساسية اللي بتملك حصص ثروات بالقطاع المصرفي. إذا نفوت أكثر بعد، لأن طبعا عائلة قصار في كذا حدا، إذا نطلع على السياسيين مباشرة، الرئيس السابق سعد الحريري بيملك 800 مليون دولار بالقطاع المصرفي كثروة، وهو كلها ببنك مان. سيد عدنان القصار اللي هو وزير اقتصاد سابق ورئيس جمعية التجار سابقا، الرئيس الحالي للاتحاد التجار العربي واتحاد البنوك العربية، 1.2 مليار دولار. موريس صحناوي اللي هو وزير سابق للاقتصاد والتجارة، هو قبل نيكولا صحناوي أحد أبرز يعني أعضاء تيار وطن الحل ووزير اتصالات سابق، بيملك 1.4 مليار دولار بسوسيتي جنرال والبي ال سي. فريد رفايل هلا توفى بال 2014، بس عائلته بتملك 700 مليون دولار بالقطاع المصرفي. اذا بنحطهم على بصوره معينه، هيدا مثلا قديش نسب الحصص بالبنوك اللي بيسيطروا عليها السياسيين، بتشوفوا الالوان الغامقه هي سيطره اكثر، والالوان الصفراء واقل هي سيطره اقل. طبعا اللي قلناه قبل بتوضح، وتنطلع على 20 بنك موجودين هون بنلاحظ انه مجمله مسيطر عليه من اشخاص يا هن هلا سياسيين يعني بالاسود، او هن كثير قراب من الطبقه الحاكمه، يعني بيملكوا حصص بقلب البنك. طبعا اذا عندهم فوق ال 50% عندهم يعني أغلبية مطلقة، إذا عندهم أقل عندهم سيطرة أساسية. هلا طبعا لنشوف مجلس إدارة، هلا السلايد الجاي مجلس إدارة، هيدا مجلس إدارة قديه في أعضاء من مجلس إدارة هن موصولين بطبقة الحاكمة. هم نلاحظ كمان الألوان صارت أغمق بعد، يعني في أعضاء مجلس إدارة كتير هن لهم علاقة بالسياسة. وإذا منطلع بعد ب رئيس مجلس إدارة منلاحظ كمان إنه عندنا كتير ألوان قريبة من السياسيين. هلا إذا ما حنفوت بالتفصيل، بس لاحظنا شغلة كتير مهمة، إنه إذا بتشوفوا هون المتغير أول ما يعلى تحت نسبة سيطرة السياسيين أو تملكهم حصص بالبنوك، تعلى نسبة الديون المتعثرة. وهذا الشيء نحن توقعناه، بس ما توقعنا يكون هالقد العلاقة واضحة. يعني من الواضح انه عم بيصير في هدر للاموال والديون الموجوده بالقطاع المصرفي، لانه عم بيصير في كثير ديون متعثره خصوصا بالمصارف اللي هي قريبه كثير من السياسي. اذا بنطلع اكثر، يعني بنعمل تمرين زياده، قديش انقبض من خدمه الدين العام لبعض الامثله او بعض العائلات الموجوده هون. بنلاحظ مثلا انه ببنك ميد اللي عنده هلا 27% من الدين العام اللبناني بموجوداته، سعد الحريري او بيت الحريري قدروا يعملوا 108 مليون دولار بالفتره اللي كانوا فيها بالسلطه. يعني هون عم جرب نقيس وقت حدا يكون بالسلطه قديش البنك عم بيطلع مصاري فوائد على الدين العام. بيطلع انه بنك ميت طلع 108 مليون دولار. اس جي بي ال 2004 2005 و 2011 2014 هي الفترة اللي كان فيها وزراء اس جي بي ال بالحكومة، طلعوا 20 مليون دولار. فينا نخلي الأسئلة للآخر. اس جي بي ال هي صحناوي هو رئيس مجلس هلا عم
تنصحني political affiliations، تنصحني و مع الوقت اللي لا فينا لا انا ما انا انا بحب صحح لك انه المعلومات اللي موجوده بالشير هولدنج لانه قدرنا نشوف الشركات، شركه اس جي بي ال مملوكه المساهم الاساسي فيها نبيل صحني ولا حد. انا عم بتطلع على مين عنده اي على كل حال فينا اجل برك خلينا اجل النقاش الاخر. بس نحن اللي عم جرب اقوله هون انه من الناس اللي عندها حصص قديش عم بتطلع اذا كانوا مع هالحزب او الثاني نفس الشيء. لا بس ما نساوي الجلاف والضحيه مش على كل حال. بنك الموارد، الوزير خير الدين كان بالحكومه بهالفتره قدر يطلع 5 مليون دولار على من خدمة الدين العام، وعدين أصار 24 مليون دولار بنفس الفترة. هلأ السؤال اللي بينطرح هون، طبعا كتير أسئلة، هذا البحث بعده بأوائله وبينطرح كتير أسئلة إلها علاقة بالسياسات العامة، بس أنا بحب أطرح بعض الأسئلة إلها علاقة أول شيء بالناحية القانونية والناحية القضائية. يعني قانون اسمه الإسراء غير المشروع، هل بتنطبق على الحالات قوانين الإثراء غير المشروع اللي هي موجودة بلبنان بس ما عم تطبق؟ ثانياً شو بنعمل بتضارب المصالح؟ وتحداً يكون وزير أو رئيس حكومة أو نائب بالدولة من أي حزب كان ويقدر هو بالدولة يطلع مصاري من الدين العام من البنك تبعه، هل هذا تضارب مصالح أو لا؟ أنا يعني بمعرفتي القليلة بالقانون هذا أكيد تضارب مصالح، واكثر من هيك بنسميه بالانجليزي ابيوز اوف بابليك اوفيس، يعني حدا بيروح على القطاع العام بيستفيد من موقعه بالقطاع العام. اسئله مفتوحه. هون بيطرح طبعا موضوع المحاسبه. بلبنان تقريبا سنه 2003 اذا مش غلطان صار في عندنا قانون للهولدنج، شركات الهولدنج. اذا بتلاحظوا ثلاث ارباع البنوك بلبنان مملوكه اولا بشركات هولدنج. شركة الهولدينج إذا أنتوا أسستوا شركة تجارية بتدفع ضريبة على أرباحها بحدود 15%، بينما الهولدينج بتدفع أقل من 3% وأيام مقطوع 5 ملايين ليرة بالسنة مقطوع قد ما كان مع مصاري الهولدينج. فإذا بنحسب باحتساب كتير بسيط بسنة 2013 شركات الهولدينج اللي مالكة البنوك اللي هن الشركات كمان مالكين السياسيين وفروا 25 مليار دولار ضرائب، يعني 5 مرات ميزانية وزارة البيئة. هون كمان بينطرح أسئلة كتير كبيرة بهالموضوع. طبعا فينا نطرح أسئلة أكتر عن إذا هيدا السيستم اللي ماشيين فيه منيح أو لا، إذا نحن بنقبل بعد أن يكون في قطاعات أساسية بلبنان مسيطر عليها هالقد ناس هن كمان بالدولة وغيره. والنتيجة الخلاصة من هالموضوع أنه لازم نعمل خرائط أكثر من هيك لكل قطاعات الباقية، البنزين، قطاعات النقل، قطاعات توزيع الأكل، الأدوية، في ناس كتير بلشوا فيهم بس ممكن الواحد يروح أبعد من هيك. كخلاصة لكان نحن بلبنان طبعاً عنا كل شيء عام مش ماشي حاله كخدمات عامة لانه الدوله عم تصرف كثير على المعاشات وعلى الكهرباء، بس كمان الدوله عم تصرف كثير على خدمه الدين العام. 36% من مصروف الدوله بيروح على خدمه الدين العام على سندات الخزينه وخدمه الدين العام. ليش عم نصرف هالقد على خدمه الدين العام؟ لانه السياسيين بيملكوا 45% بالقطاع المصرفي، هن منهم اكيد ما بيهمهم يقللوا المصروف لانه هن كل ما صرف اكثر بيزيد الدين، واذا زاد الدين هن بدينوا الدوله اكثر وبيقبضوا اكثر. بنفس الوقت ما عملوا اي سياسه بتوطي من خدمه الدين. نحن بنلاحظ بلبنان مثلا هلا انه معدل الفائده على الدين اللبناني سندات جديده بتوصل ل 6%، بينما ثلاث ارباع الدول اللي بتشبهنا شيلوا الدنمارك لانه 0.1% حطيته هيك بس لنشوف نحن وين ممكن نصير. بس بلبنان ندفع هلا 6% على سندات الخزينه، بينما بقبرص بيدفع 4.5%. وصرنا فتره نحن بلبنان معدلات الدين العام ما عم تنزل، مع انه الليبور وكل شيء، يعني بنحكي اكثر اذا بدكم بعدين بالنقاش،
كل المعدلات الفايدة عالميا بالأرض، نحن بعدنا معدل الفايدة على الدين تبعنا كتير عالي، معدلات فايدة عم ضل عالي لأنه هن حابين يخلوا هيك جيبهم مليانة. وبنفس الوقت نلاحظ مثلا سنة 2013 توزع أرباح بقطاع المصرفي 830 مليون دولار، على القليل 280 مليون دولار من هاي الأرباح مربوطة دغري بالدين العام، الأرباح على الدين العام. وشكرا. أوكي، بس بدي أطلب طلب، يعني نسميهم هاوس رولز. أول شيء عم بيتم بس هذا الشيء مباشرة، بطلب من أي حدا بده يحكي شيء، أول شيء عرف عن حاله اسمه، ثانيا يخلي مداخلته ما أكثر من دقيقتين، ومن المفضل يكون سؤال بناء بموضوع الجلسة. أي سؤال أو مداخلة ما لها علاقة بموضوع الجلسة اليوم أنا حأضطر بالإذن منكم كلكم أنه ما خليه يكفي. واحد. اثنين، أي رأي بنحكى هون ورأيي ضمناً بيمثل الشخص بس، ما بيمثل لا الجامعة ولا أي مؤسسة ممكن يكون مولت أو دخلت بهالمشروع. فإذا بتريدوا بليز رفعوا إيدكم لأنا أقول بالدور مين قادر يحكي. في عنا مايكروفون كمان هون، أوكي تفضل. دكتور شعبان ميرسي. كريم كنترة محلل اقتصادي. أنا بس أول شيء حابب أوضح كم شغلة بخصوص اللي قريتيلنا إياه أول شيء عن دكتور رئيس جمعية مصارف وقت الفات لعند رئيس الحكومة، وقلت إنه طلب إصلاحات للدولة قبل ما يدينه. شو كنت منتظر إنه يقول شيء غير هيك؟ بالنهاية المصارف هن بدهم إنه يصير في تصليح ويشيلوا الكوربشن بالبلد، وعندهم هن أهمية مطلقة إنه يكون الوضع الاقتصادي بالبلد جيد. نحن هون مثل ما شفنا عن القروض الرديئة وعامل إنه قديه في نفوس سياسية معلقة فيها. هي بالحقيقة إنه أنا ما عرفت أي سنة، يمكن من 2011 ل 2014. شو سؤالك بليز؟ أنا ما عندي سؤال، أنا عم بعطي بعد ماك دقيقة بليز. أبسولوتلي. فما أنا ماني عارف القروض الرديئة أنتو زنتون من أي سنة لأي سنة. إذا من 2011 2014 وفي حالة اقتصادية رديئة أكيد طبيعي أنه يطلعوا. ثاني شغلة بخصوص الألفا بانكس، هن 14 ألفا بانكس مش 15 اللي ودائهم. في كتير أنا شفت أرقام منا مظبوطة. اوكي شكرا. ثالثا انا برايي انه ما لازم قديرهم تتهجموا على البنك، على السيكتور بانكير بلبنان، وهيدا شيء غلط جدا جدا جدا. هو الوحيد اللي عم بيقدر يدين. اوكي هو لا مش بليز هو الوحيد بس خليني كافي مالي خليني كافي. هو هيدا القطاع المصرفي اللي نحن هون عم نتهجم عليه، هو اللي عم بيمول الدولة. بالنهاية الدولة إذا بدها تروح على أوروبا أو إذا بدها تروح تتدين من الخارج بتكون عم تتدين بفوايد أكثر، لأنه للمخاطر السياسية. أنت وقت اللي شبهتها بهندوراس وبسايبرس، بعد عندي 10 ثواني عمول معروف بس خليني أختم. خليني أختم. بليز بدك دكتور خليني سوري بس في غيرك بده يحكي. طبعا سوري بس عندي 10 ثواني خليني الفائدة. عفوا معلش، انا بعرف هذا الموضوع كتير يعني عنده هيك حساس وبيستثير العاطفية تبعنا كلنا. انا بتمنى منكم اي حدا بده يحكي يرفع ايده، اصلا ما كتير معنا وقت، يعني معنا نص ساعة لنعمل نقاش ممكن يكون لا 10 ثواني. السيكتور بانكر هون القطاع المصرفي عنده حامل حوالي 48% من الدين العام. اذا القطاع المصرفي ما بيمول هيدا القطاع العام الفاسد بيرجع بيصير في عنا نحن مثل ما صار باليونان اذا بتتذكروا، بيجوا بيحاز نحن المصار فينا مثل ما صار باليونان، لانه في القطاع المصرفي هو هون سند لنا. ميرسي. طيب حاخد بعد شخصين قبل ما جاوب. تفضلي بليز. شكرا جاد على العرض، يمكن جاي شوي بوقته هلا لتحمل مسائلك. بس برجع لانه يمكن مغطاي فتره من 2006 لهلا الارقام والتحليلات، مزبوط اذا عم بفهم منك؟
2013 بس لسنة بس واحدة. بس في بعض بتصور الفوائد 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 بس لانه بتصور المبالغ قليله لانه ما بعرف اذا مغطيين كل شيء مع اليورو بوند ما بعرف او سندات الخزينه بس ما بعرف لانه المبالغ مبينه كثير قليله لاربع مصارف لانه بتصور هول اربع مصارف اني عم تكون نسبه الفوائد اعلى بكثير مش مصرف للعائله اللي بتملك بس نرجع فنرجع شغله ثانيه كنت مهمه كثير انه يصير في مقارنه لقبل الحرب لانه بتصور في بعض الدراسات اللي عملت قبل الحرب بعرف في شيء اسمه الطغمه الماليه مع دكتور كمال حمدان مهمة كتير لأنه بترجع مهمة نعرف إعادة التموضع السياسي اللي صار من بعد الحرب من بعد 30-40 سنة من 75 لهلا أنه نرجع نعرف إعادة التموضع السياسي هل تغير الوضع أو لا يمكن نقدر نستشرف إذا نحن قادمين على حرب جديدة ولا لا لأنه بتصور بوقتها هيدا التركز المالي اللي كان موجود بوقتها كان سبب أساسي من أسباب الحرب فبتخيل لأنه نحن مش عم نعمل هيدا الإكسرسايز بتصور للتسلية عم ينعمل لحتى نتجنب بعض القصص اللي وقعنا فيها بالسابق شغلي بعد يمكن أبرد عليها يمكن على الأخ اللي قال بمعظم دول العالم القطاع المصرفي هو محرك للقطاع الاقتصادي وليس القطاع الاقتصادي بلبنان صاير المصارف هي القطاع الاقتصادي واللي هي هيدي هي الغلطة شكراً شكراً حناخد هيك ونمشي هيك تفضل بس بتعرف عايزكم بليز كمان تفضل هون سوري كريم عيتبك فيلو at the Asfar Institute ask my question in English. I was surprised to see Deutsche Bank having 29% in Bank Aldi. So since you've looked at this, can you also give us an idea of the kind of share of international capital, European, Gulf capital, Saudi Arabia and all, what their, you know, share in this is, just to see the linkages between international and local capital makes an interesting addition. That's it. Thank you. Thank you. Okay, بعد سؤال قبل ما جاوب نرجع نعمل دورة تانية. تفضل. معن بارازي ببليشر لجريدة Capital Issues ورئيس مجلس إدارة Data Investment Consult أول شيء بدي أعرف لك عن احترامي للي اشتغلته لأنه بالفعل أول مرة منشوف شغلة هاي قد سيانتيفيك يعني ركبت بوقت مهم إذا بتسمح نقدر نعرف طالما البنوك هي ملكة أكبر أسهم بشركات التأمين إذا كان شركات التأمين عم ينطبع ليه نفس الشيء اثنين شو بتتصور بيكون نوع الإمباكت على ما يسمى الشمول المالي يعني الفاينانشال انكلوجن مثل ما بتعرف حضرتك أنه 4.5 مليون اللبناني بيحصلوا بس على 100 ألف قرض أيش رقم مهم ثلاثة بتعرف حضرتك انه ما كان في يصير هيدا التوزيع اللي عرضته دون نوع من الكومبليسيتي لجنة الرقابة على المصارف اللي هي مسيسة بحد ذاتها وحضرتك بتعرف يعني اكتر مني كيف مسيسة وبلفت نظرك على ما يسمى التطبيق اوهنين بال اليوم يمنع اي قطاع يكون عنده ما يسمى systemic important banks تكون أقوى من الاقتصاد حد ذاته كيف حضرتك كمان تشوف هالشغلة وبتشكرك مرة جديدة شكرا بس خلونا نجاوب 5 دقائق عن الأسئلة وبرجع بنعمل دورة حبلش من الآخر سيد معن أول شيء إذا شركات التأمين في سيطرة عليها أكيد يعني هلأ نحن مثل ما دعيت بالآخر لازم يكون في خريطة سيطرة على كل شيء يعني إن كان شركات إن كان قطاع العقار بنعرف كتير بنوك هي ممنوع تستثمر بالعقار بس الهولدينج تبعها بتستثمر بالعقار بتحط مصرياتها بالبنك يعني بيصير في تحايل شوي على القوانين ما عندي ارقام لشركات التامين بس هذا موضوع بحث كتير مهم اذا في حدا بالايو بي عباله يشتغل عليه كتير منيح موضوع الشمول المالي يعني هل تركز المصارف حول السياسيين وحول الثروه عم بيقصي غير الافراد طبعا يعني اول معيار هو الديون نحن بلبنان بعده معدل الدين يعني إذا أنتوا بتروحوا على بنك هلأ بتكون بشركة أو غيرها 7% و8% معدلات فوائد بينما بغير بلدان اللي هي مثل لبنان أخرص بكتير وما في حدا قلنا أنه لأنه البلد بخطر أو كذا ما هو بين بعض يعني كل الأموال مملوكة ضمنا ما عندنا ديون خارجية مثل اليونان وغيرها بس
هل عم بيصير في اقصاء المصارف بتقول لا نحن مساهمتنا للقطاع الخاص كتير عالية وعم ندينهم كتير. اذا متطلع شو عم بيدينوا 3 ارباع دين للبيوت على هذا والديون مدعومة مصرف لبنان والديون مدعومة مصرف لبنان هذا بده جلسة لحاله وفي خبر كتير هون فيهم خبرونا عنه بس هيدا مثل واحد من هالجايبي لهالجايبي يعني. موضوع لجنة الرقابة على المصارف أنا بحب أشمله بموضوع أكبر هو الرقابة المالية بلبنان. يعني بنعرف نحن أنه وزارة المالية مؤتمنة على إصدار سندات خزينة الدولة يعني وزارة المالية بتطلع الدين للدولة. المصرف لبنان ما خصه بسندات المالية. مصرف لبنان هو مصرف لبنان هو بيفتح الحكومة حساب هناك. كيف ينعمل لجان مشتركة بين مصرف لبنان ووزارة المالية لهن يقرروا على سندات الخزينة ومعدلاتها؟ وين دور لجنة رقابة على المصارف كمان بهالموضوع؟ أسئلة كتير كبيرة. أنا يعني بس لوضح هون برجع على السؤال الأول، هذه الجلسة مثل توجيه اتهامين. في أرقام، في رقم بيقول هلأ أنه 3 أرباع السياسيين بلبنان عندهم حصص بالمصارف وبنفس الوقت عم نلاقي أنه الدين العام عم بيزيد. أنا بس بسأل سؤال، ما عم سوق اتهامات. هلأ فينا نروح اتهام أكتر من هيك، بس هلأ عم نقول في شيء غلط ما خصه بس بوضع لبنان والاقتصاد والحروب والكذا، في شيء له علاقه بانه اهليه ومحليه. هون السؤال الكبير. اذا بنرجع على سؤالك، مين الانترناشنال كابيتال اللي بيملكه بلبنان؟ بنلاحظ من الدراسه اكثر شيء في اموال خليجيه، ان كان اموال اشخاص او شركات خليجيه او حتى حكومات خليجيه. مثلا حاكم دبي عنده حصه كثير كبيره ببنك ألفا بنك بلبنان، حاكم دبي شخصيا عبر هولدينج مسجلة ببنما. هلا وفينا نروح أمثلة كتير. في بنك نيويورك ميلون عنده حصص كتير كبيرة كمان بالقطاع المصرفي. بس أنا عم بطلع مين بيملك آخر همي كيف يملكم. مزبوط، بالنهاية بهمني الشخص اللي بيملك أو الشركة اللي بتملك. ببين ايه، بس ما هن يعني عندهم حصة. مزبوط، ايه اذا ما مبين عظيم. موضوع المقارنة لقبل الحرب بتفق معك تماما، والتموضع السياسي والكل الاقتصاد السياسي political economy تبع هالموضوع هيدي انا بعتقد هذا مواضيع بحثية كتير كبيرة وتلميذ الدكتور فواز مش كتير مهم واحد واكيد عم طلع عليها كلنا. بالنسبة لسؤالك عن كيف القطاع المصرفي هو هيك عصب الاقتصاد وعم بيمول، نحن كلنا عنا يا أصدقاء يا ناس من عيالنا بتشتغل بالقطاع المصرفي، هو أكبر موظف في لبنان وهذا شيء منيح، نحن ما عم نتهمه، بس بيصير في طفرة وبيصير في شيء غلط وقتها قطاع مصرفي بيكبر هالقد والاقتصاد اللبناني كله حجمه كتير صغير، بيصير في خلل. وهالخلل وقتها نحن نتطلع أنه عم بينتد للقطاع العام بمعدلات فوائد على الدين كتير عالية وبخدمة الدين كتير عالية، بيصير في أسئلة. ومش أنا بس عم بقول هذا الشيء، إذا بتقرأ تقارير البنك الدولي، تقارير صندوق النقد الدولي، تقارير غير منشورة لصندوق النقد الدولي، في حدا ممكن يجي يحكيكم على هالموضوع. تم كتير محاولة مع الحكومة اللبنانية إقناعها بخفض الفائدة من يونيلاترال يعني من ميلة وحدة مع البنوك. بيجي الحكومة على البنوك بتقول له ليكو أنتوا قبضتوا كتير لهلأ، انا هلا ما حنعمل اصدار بالسوق، حاجي عندكم اقول لكم حاعطيكم ديون ريبليسمنت ب 1%. شو صار بهذا المشروع؟ فشل. هذا المشروع كان وفر علينا بدل ما نوصل لل 180% نسبه دين او 150% نسبه دين للناتج العام، كنا وصلنا لتحت ال 100، يعني كنا صرنا مثل ايطاليا ومثل اسبانيا. وهيدا واقع. سوري ما بدي اسمع جواب هلا، بس انا فينا نتناقش انا وياك برا بعدين، بس انا بعرف انت رايك ما بيأثر. على كل حال انا عم بعطي امثله، هذا كله انا عم بحكي وقائع، ما عم بحكي لا بطريقه شعبويه ولا بطريقه لاستثير هيك عواطف الناس. على كل حال خلينا نكفي بليز الاسئله، تفضل بعدين هون بنرجع بركي لقدام. سيمون ابو رضا، بزنس ديفلوبمنت بي انجينيرنج فيرم. سؤالي شوي بدي جرب اعرف اذا شو الحلول يعني. اول شيء قبل ما نعرف شو الحلول، هي الشغله المهمه هي هل صار في مقارنه، لانه صار في كذا تيبل بتقارن مع غير دول، وان احنا بالنسبه لغير دول.
إذا كان في جزء أو هلأ أو بالمستقبل لنقارن شو البراكتسز بغير دول بالنسبة لهالكويشن وبناء عليها شو بيكون الحلول المقترحة لحتى نحد من هالconflict of interest وهالتضارب المصالح والإشياء. اوكي هنا جهاد مجانا. مرحبا جهاد يازجي. دكتور جاد شكرا فعلا البرزنتيشن كثير مهم. كان عندي سؤال، اخذت انطباع انه غير بيت الحريري ما في سياسيين من السياسيين المهمين او الاحزاب المهمه، يعني نبيه بري جنبلاط مثلا، لهم مرتبطين باي واحد من هالمصارف، فكنت حابب شوي اعرف اذا بتاكد هالشيء او اوكي. في تفضل مازال معك. فواز طرابلسي كاتب، انا مش يعني صفه جامعيه. شكرا جاد، يعني عم تفتح مجال، يعني على امل نلاقي يعني مجموعات من الباحثين مهتمين يغوصوا فيه. عندي ثلاث اسئله. السؤال الاول، دور مصرف لبنان اللي ما بيقتصر على انه بس مصرف المصارف، اللي صار حاكمه يعني الموجه الفعلي للسياسة الاقتصادية بالبلد. اثنين، بعتقد يعني بموضوع المصرفي والسياسي عم تثير موضوع، خلينا نقوله مين رجل الأعمال ومين السياسي بينهم، يعني وهي العلاقة بأنه لأول مرة تقريبا يعني بعد الحرب دخلوا رجال الأعمال بالسياسي مباشرة. فهل هو يعني هل مثلا صحناوي مجرد، مع الاعتذار يعني ما حدا نزع، مجرد يعني سياسي، ولا هو رجل اعمال يمارس سياسي؟ للقول بانه بعتقد لما نضيع انه في سياسيين مسيطرين على البنوك، اولا اللي مسيطرين على البنوك مش بس سياسيين، واذا قسم منهم سياسي فهن مسيطرين ايضا بصفتهم ملاك رأس مال، مش بصفتهم يعني يملكون قوة سياسية. يعني أقصد أنه يعني هذا الجانب، لأنه عم يتاخد زاوية واحدة بيسوى نوسعه على كل القطاع المصرفي. طبعا السؤال الأخير والملاحظة الأخيرة، هذا له علاقة كتير يعني يمكن السيدة أو الأنسي هون ذكرت كلمة طغمة مالية. هلأ يعني لازم نحكي عن طغمة مالية، يعني اللي زاح بعد الحرب هو من يعني فئة مالية تجارية خدماتية إلى فئة مالية عقارية يغلب فيها المال على أي شيء آخر. بعتقد هذا أبرز تحول بموضوع العلاقة بين يعني مكونات، خلينا نقول عالم البزنس. شكرا. اسكن هون نرجع لورا، سوري نطرتك. شكرا. عيان حيدر، بشكر دكتور جاد على إتاحة الفرصة، نادرة الحقيقة بالوضوح والجرأة كمان اللي لازم نقول. أنا إذا سمحت لأعطي هيك وجه باتجاه معين، لأنه بطبيعة الحال مثل أي إحصاء أي أرقام ممكن أن واحد يوجه باتجاه وينسى الباقي، ولكن حسنا فعلت أنه بينت أولا المعاشات بالدولة، كهرباء، بعدين الفايدة. طبعا الدراسة تطرقت للفايدة وآثارها والقطاع المصرفي. عندي اقتراح بالعنوان أساسا، أنه بما معناه الطغمة السياسية اللي حكمت الطارق. كمان بيسوى نشوف قديش من المصارف عم بتجيب سياسيين على القطاع. يعني هيدا بيكمل الدراسة، لأنه هلأ صار نص. أولا نحن بنعرف أنه الوزراء اللي عم بتسميهم أحياء أسماءهم، أكثر من نصهم عملوا وزراء لأنه معهم مصارع، كان عندهم قطاع مصرفي وعندهم ابن، وليس العكس. هيدا التفاعل موجود هون، لازم كمان يتوضح أكثر. بس أهم شيء بدراستك اللي هلأ قلته بالتقرير، أنه
وسع القطاع المصرفي صار أكبر بكثير من الدولة، وهذا خطر، وهذا خطر على القطاع المصرفي. يعني لازم بطريقة يوصل هالرسالة، توصل له إنه ينعطى إحصاءات بالعالم كلياتها قديش بيكون قطاع الإنتاجي وقطاع الدولي وقطاع الإنتاجيات كلياتها، وقديش لازم يكون حجم القطاع المصرفي لحتى يخدم هالقطاعات كلياتها. يعني بمعنى نصيحة لهم. آخر ملاحظة هي إنه يعني مثل ما عم بتقول هون اللي حاطط كمان بده يطلع على الأرقام. واحد وشخص منهم إجا وزير استفاد بفترة حكومته أو وزارته 20 مليون أو 5 مليون. أظن أنه حتى يلي ما إجا وزير ما كليات القطاع المصرفي مجموعته هني ماشيين بسياسة عام، من إجا وزير أو ما إجا وزير بده يمشي سياسة الدولة لحتى يعملوا فوايد من وراء الفوايد. فما بعتقد أنه المقارنة صحيحة هون بين شخص مثل ما عم بيصير ترند عالمي هيدا انه البزنس مان بيصير بانكر وبيصير بوليتيشن وبيصير هيدي التواصل اللي كانت موجودة، أدبيات السياسي اللي كانت موجودة من 50 أو 70 سنة كلياتها انشالت هالفواصل هاي. أظن انه لنكمل هاي الدراسة، أنا بس هيك تمنياتي انه يرجع أشوف مالي للدراسة هاي. ملاحظة أخيرة بقضية الإثراء غير المشروع، يعني أظن أنه تأملاتنا مش بحاجة، أنه ما حدا عم بيحاسب بأي شيء آخر، فكيف نوصل للقطاع المصرفي إذا نحاسب في فضائح كبرى يعني واضحة أمام الناس، بس مش على هاي أساساً، مش على هذا النظام يلي موجود بين إيدينا يعني. شكراً. أنا بس مداخل إن حضرتك قبل ما أرجع جاوب، نرجع ناخد بعد راوند أخير، تفضل. شكراً دكتور جد. نديم حيدر، كمان سؤالي بيربط لكذا سؤال هون. من يمكن سنة أو 6 أشهر إجا دكتور حنية كان عم بيحكي عن the phenomenon of خليجي كابيتال، وكيف خليجي كابيتال عمل نفس دراسة كمان لحق كل الـ chains of consumption و production، وشاف كيف إنه this international capital is يعني عم بيأثر على كل المنطقة، وفي connection كتير قوي مثلا بين عائلة الحريري وخليجي كابيتال as we all know يعني التاريخ كيف. So in a sense يعني can you draw the map on a more regional scale و see how MENA capital is affecting Lebanon. يعني بحس it's very state centric maybe a more regional approach or what can we say أو كيف فيك تربط هالدراسة مع شيء مثل دكتور حنية. I also have a comment على موضوع crony capitalism. طرحت يعني إطار إنه هذا الشيء it's crony capitalism suggesting that there is some kind of good capitalism. Is this what you're, you know, I'm trying to see, do you have like a, is this like a good capitalism version? Because مثل ما قال إنه حب مثلا مثل أمريكا إنه دونالد ترامب is running for office, you have people, you know, there is no, you know, you can't separate capitalism from politics. It's so intimate, the relationship, the dialectic relationship between capitalism and state. How can you avoid it? صح? So do we need a whole new vision of what, you know, مش crony capitalism, capitalism, but just get out of this dichotomy. Okay, thank you. Okay. شكرا. تفضل. تمام. العلاقة كتير بموضوع اللي عم بيصير هلأ. هناك قانون أولا طرح عام 50 تحقق عام 90، ما حدا هلأ بيعرف شو بدي من المحاسبة، ما حدا بيعرف إذا كان من رئيس جمهورية لآخر مدير عام بيصرحوا عن مصرياتهم قبل ما يستلم كل سنة وقبل ما يستلموا المهمة، وما بنعرف إذا بعد ما يتركوا من الشغل بيصرحوا عن مصرياتهم. هيدا وضعنا بالنسبة لموضوع الفساد قبل ما نحكي بأي شيء تاني. عفوا. بدي زيد على، بدك تصلح لي إذا غلطان، بس إذا بدي أقدم شكوى أنا ضد حدا بدي أدفع 14,000 دولار ديبوزيت، وإذا ما أثبت تخسر. يعني شو هالقانون يلي يعني بيشجع الويسل بلور؟ إيش كيف نزلنا مثله هون؟ سوري. برجع لأول شيء كمان من الآخر، معلش.
بالنسبة للمنطقة، هل لبنان غير عن المنطقة؟ هل في المنطقة تأثر على لبنان ريجيونال كابيتاليزم وهيك؟ أكيد يعني نحن جزء من المنطقة، لأنه اقتصاد اللبناني والسوق المالي اللبناني محرر، ما عندنا قيود على حركة الرساميل كابيتال كنترول، عكس بعض البلدان الأخرى اللي عليها كابيتال كنترول مثل تونس وغيرها ومصر. هلا هل فينا نفصل بين رأسمالية منيحة ورأسمالية مش منيحة؟ بصراحة مش هذا الموضوع اللي أنا حب ركز عليه، وكمان بدعيكم ما نفكر فيها الآن. أنا عم نركز لأنه ساعتها حنفوت إنه هالقطاع منيح وهالقطاع مش منيح. أنا عم بركز بس على موضوع أساسي، هو الإسراء غير مشروع وتضارب الصلاحية، إنه مش مقبول بعتقد إنه يكون في عنا قطاع مصرفي عم بيدين الدولة وناس يا قراب للدولة أو هن بالدولة عم بيقبضوا من هذا الشيء بطريقة كتير واضحة. يعني أنا بعتقد خلينا نبلش من هون قبل ما بعدين نفكر إذا الأسمال منيحة أو لا. بعتقد نحنا ياريت فيها نوصل لهونيك، بس إني هلا عم بيصير بمحل في عنا قطاع كبير عم بيطلع له تمويل، عم بيطلع له يعني نفوذ مثلا كيف مصر في لبنان عم بيعطي هالقروض المدعومة. يعني أنت هيدا كمان هالفروقات بالفوايد لمي عم بيروح الربحية فيها؟ السؤال كبير. بالنسبة للي تفضلت فيه حضرتك أستاذ حيدر يعني عن العلاقة بين السياسي والمصارف، طبعا في يكون حدا مصرف كبير يصير سياسي أو في سياسي يشتري مصرف، مثل ما هلأ يعني الناطق باسم الهيئات الاقتصادية السيد شمي صار عنده مصرف. يعني كيف ما يعني بعتقد كل حدا بلبنان لازم يشتغل يصير عنده مصرف، ما بعرف. بس هل في حدا استفاد خلال وجوده أو لا بالهدف؟ طبعا هيك دراسة ووقت عرضتها بغير جامعات قبل من الصيفية لهلأ دائما بيطرح قصة الوقت. يعني كتير ناس عبين يشوفوا طب مع الوقت شو تطور إذا فيها نرجع 20 سنة لورا 10 سنة لورا؟ طبعا بدها جهد أكتر، بدها طبعا بركة تمويل لواحد يجمع معلومات أكتر، بس هذا الشيء طبعا بينعمل. مصرف يمولني. استاذ فواز بالنسبه ل انا يعني بتفق معك تماما بالتشخيص يعني بكل اللي تفضلت فيه، وهال الديكوتومي بين مين السياسي ومين المصرفي هذه يعني قصه كثير كبيره. والسيطره انا متمد بالاول يعني احنا هون بس على قد ايه عم بيقبضوا من سيطرتهم، بس ما بنعرف قد ايه عم بيوصفوا، ما بنعرف قد ايه. وبنسمع كثير انه في توظيفات ببعض المصارف بتصير يا طائفيا يا مناطقيا، حتى في مصرف معين بوظف بس من هالمنطقة لأنه مدير هذا المصرف أو الناس يتحكموا فيه هنهم بهم الأجندة انتخابية معين. هلأ غيرت رأيك أنت كأنه. بس خليك بعد شوي. سؤالك عن وين السؤال أستاذ جهاد، وين السياسيين الباقيين؟ سؤال مهم. يعني أنا بصراحة كان ملفت إنه ما لقيت السياسيين اللي إحنا بنقول هو القادة السياسيين الباقيين، بس منلاقي أصحابهم. يعني مثلاً البنك الشرق الأوسط وأفريقيا هو من عائلة كبيرة إلى علاقة بنبيه بر، وللأسف أحد الملاكي تبعه من شي شهر أدرج على لائحة الإرهاب. للأسف ما بعرف ما عم سوء أي اتهام، بس إنه إيه ما بعرف كم. عندك بنك بيروت والعالم العربي كمان بيت عساف قراب كتير من ولي زنبلاط. عندك يعني في بنوك معروف ميولة لوين. هلا طبعا منه شيء علمي مثبت مثل الملكية. يعني أنا الملكية في إثبتها لأنه العائلة معروفة مين هي، هلا مين تجوز مين ومين تعشى كل يوم مع مين، بده يصير انفستيجيتيف اكثر. يعني مثلا بالنسبه للحلول بعتقد سؤالك كثير مهم، وفينا بركي انصارت تخطينا الساعه 5، بس اذا حدا عنده بعد اسئله سريعه فينا ناخذ بعد 3 دقائق. بس خلينا ننهي على موضوع الحلقه على موضوع الحلول. يعني انا بيهمني اول شيء انه نكون تقريبا ادركنا انه في مشكله لنقول في حل. بعتقد في مشكلة إنه بهالملكية المزدوجة وتضارب المصالح. الحلول بغير بلدان واضحة، القوانين أقوى بكتير من لبنان، القوانين بتخلي الناس تبلغ بتخلي الناس تحاسب، بلبنان قوانين ما بتخلي تحاسب. طبعا اللي بيسترجي حاسب حقه رصاصة.
بقى نحن بدنا يعني للأسف وضع مسكر منه وضع هين. أي حدا بده يفضح، بنعرف كتير ناس قبل، يعني أنا بتذكر ما بعرف اللي شوي شعرهم أبيض مثلي بتذكره، بسنة 2001 أحد الصحفيين بجريدة النهار قام بنشر ليستة الأشخاص اللي ما بيدفعوا كهرباء سياسيين، انفصل من الجريدة، ضيق على عائلته وعشوي انحبس بس لأنه نشر ليستة عالم ما بيدفع فاتورة الكهرباء، وطبعا كل السياسيين كانوا بهذه الليستة 2001 عمي. طبعا اكيد نحن ايه عفوا خليني حوقف هون واخذ مداخلتك، بس عارفه عن حالك بليز. ساندي الحايك من جريده السفير. اوكي. بس كنت عم بس لانه لفتني انه قلت انه كتير ضيق ما بنقدر نتحرك، بالعكس يعني النشاط اللي عم بيصير اليوم ثائب بالبلد، يعني في حمله طويله عريضه اسمها بدنا نحاسب، فهذا شيء كتير منيح يعني مؤشر ايجابي. شو ما كان الحراك هو منيح، يمكن اذا بلشنا من انه يتطبق قانون رفع الرفع السريه المصرفيه هيدا كمان باب مدخل، يعني اذا فرضنا انه يكون في قوانين بتحمي المواطنين، وانا بوافقك على كل شيء قلته بالدراسه واتس جود، وحكي معك كذا مره على التليفون. عجل بعد معنا وقت لسؤالين او ثلاثه ماكسيموم، تفضلي. شكرا جزيلا على المحاضرة. عندي ثلاث أسئلة، اسمي مينان حطاب. عندي ثلاث أسئلة أو ملاحظات سريعة. الدراسة أين ستنشر؟ بهمني كمان أعرف شو صعوبات الدراسة اللي واجهتك، مش الصعوبات في الحصول على المعلومة، صعوبات أخرى. وأنا برأيي أن هذه الدراسة هي مثال واضح عن الزواج بين السلطة ورأس المال، ويمكن يسوى أنه يتطور منها، لأنه بالتأكيد نشأت طبقات اجتماعية جديدة بقيم مختلفة بسلوكيات مختلفة، فيمكن كمان بيسوى قسم العلوم الاجتماعية أو طلاب العلوم الاجتماعية أنهم يطوروا دراسة مبنية على هالنتائج هاي لحتى يدرسوا هذه الطبقات الجديدة هاي، شو سلوكياتها، شو القيم، شو تأثيراتها، شو يعني شو نشأ كمان تغيرات على المجتمع اللبناني. شكرا جزيلا. شكرا. هناخد اثنين بعد ورا، وبعدين بدي اضطر ناقش برا بعدين لانه تخطينا الوقت ومعنا وقت محدد للصالة. محمد احمد، بدي اسأل اذا بين في شيء تدخل للبانكس بالببليك الكشن بس تصير، وبدي اسأل اذا بلشنا من محل بدنا نحط حد مين اقوى، مصارف قالت بسلسلة الرتب والرواتب للدولة إذا بتفرضي علي ضريبة أنا بدي دفعك، بدي علي الفايدة، يعني ما حتعملي معي شيء، مين الأقوى مين في ضر التاني؟ مرسي. نطاع ولا نطيع؟ هيك قال وقتها. آخر سؤال بليز هنيك، رفعت إيدك، تفضل. شكرا. اسمي فارع، تلميذ أيوبي. عندي سؤالين. الأول، على إلى أي درجة يمكن بشكل عام هيدا الحديث ينطبق على باقي، هل في دراسة معينة حول هذا الجزء في تجربة في اليمن مثلا، دراسة مشابهة بس مش للقطاع المصرفي، تم الاكتشاف أنه 86% من الاستيراد والتصدير في اليمن تتحكم بها 6 عائلات من المخيط إلى الدبابة، والإشي المباشر أنه هاي العائلات يعني مرتبطة سياسيا بس مثلا منه باسمهم المباشر هاي الشركات. إلى أي درجة هاي ممكن تكون كانت إعاقة في دراستك أنه بعض السياسيين يعني يقوموا بعمل تجارة بأسماء مختلفة تماماً عنهم، خاصة التجار الطارئين أو الجديدين ضمن الموجة الأخيرة. السؤال الثاني هو، أنت قلت أنه القطاع المصرفي كبير مقارنة بالاقتصاد اللبناني، مش أنه هذا له علاقة بالبيئة القانونية إجمالاً والتساهيل المصرفية التي في لبنان، والتي ربما تكون مرتبطة باستثمارات خارجية أكثر من أنها داخلية؟ شكراً. شكرا. بعتذر من كل باقيين بس مضطرين نحن نختم هون. حجاوب بطريقه سريعه، واللي بحب فينا نرجع نكفي الحديث برا. حبلش بسؤالك، هل في كمان تركز وسيطره سياسيه على باقي القطاعات؟ نعم، في قطاعات كثير تم عليها دراسات. في دراسه للاستاذ فواز طرابلسي كمان مؤخرا نشرت، كمان بركي اذا بتعطينا ايميلك في بعث لك اياها، وموجوده على الانترنت. في زميلتنا رشا أبو زكي صحفية كمان نشرت كتير عن الموضوع، اشتغلت مع دكتور فواز.
في كتير تركز بقطاعات. طبعا القطاعات الكبيرة اللي باللبنان سوري بنقول تحرز، هيدي بيصير عليها سيطرة، يعني كل شيء له علاقة بتجارة المواد البنزين مثلا هيدا عليه تركز كبير، كل شيء علاقة بالأكل بالأدوية وغيرها. ليش قطاع المصرف كبير؟ أنا برأيي المعادلة سهلة جدا، يعني أنت بأي بلد هلأ فيك تحط مصرياتك بعملة محلية تقبض عليهم 5% إيداع، المعدل الصرف ثابت، يعني أنت بتجو أنت مثلا لبناني بيروح على الخليج بيبعت مصاري بحطوا لهم 5%، مع أنه معدل هلأ بأوروبا 0.1% على الدولار 0%، ما بقى حدا يعطي 5%، بيعطوا 5% بعدين أنت بتحطهم سنة سنتين، عمر الإيداعات بلبنان لا يتعدى سنة ونص، بحطهم سنة ونص سنتين بيرجع بيسحبون. طب كيف قادر البنك يعطي 5%؟ أنا برأيي لأنه عم بيقبض 7-8% على سندات الخزينة، يعني هيدا التمييز بالإنجليزي بونزي سكيم اللي عمله مادوف ما مطول. تدخل الانتخابات والسلسلة سؤالك عبد ما هيك؟ ايه تدخل انتخابات ما بعرف، اذا عندك معلومات بليز، في كتير ناس هون بحبوا يعرفوها، ما عندي معلومات عن سلسله الرتب. بتذكر تماما وقت قالت الهيئات الاقتصاديه، ما يسمى الهيئات الاقتصاديه والمصارف جزء كبير كانوا منها، الهيئات تطاع ولا تطيع، وقت قالوا نحن اضربوا واضربوا وقتها ونزلوا بوجه الحركه المطلبيه، يعني هن اخذوا رهينه 200 الف عامل بالقطاع العام صار لهم كان 10 سنين ما نزيد راتبهم ليره كرمال بس ما يدفعوا 5% ل 7% على الفوائد. يعني كيف انت زمرة من الطغمة المالية والاقتصادية قادرة تتحكم ب 200 ألف عامل بالدولة؟ انا هذا سؤال يعني كتير كبير، وطبعا في كتير ناس يعني هلأ بالنسبة ل طبعا في الصعوبات والمال والحملات الموجودة هلأ. طبعا احنا انا من موقعك يعني كمواطن هي كل حدا هلا عم بيشتغل وعم مشارك وبدعم كل وبدعي كل الناس ليعملوا واجبهم الوطني والديمقراطي ويشاركوا باي شغله الا من مصلحه لبنان والمصعب. بس اخر سؤالك وين حتنشر؟ اذا حدا بحب يحصل على الدراسه قبل ما تنشر بيترك ايميله بليز في ورقه برا، وبنفس الوقت حتنشر على الانترنت وبال يعني بالصحف الموجوده. هل صعوبات؟ صراحة أبداً لا، المعلومات موجودة، كان بس كان في حدا بتشكره كتير اسمه أنطوان دي بساعدني بهالدراسة وراح على السجلات التجارية وحكي مع كم حدا هنيك ومش الحال. شكراً جزيلاً، يعطيكم العافية. طبعاً مصر له شيء أبداً.